خلينا نرجع لصالة الأمير، صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى تاني والزميلة هنا بالقاسم، عشان يعني لقاء كان طبعا كان في مشكلة فنية في لقاء الدكتور أشرف صبحي. خلينا نرجع للصالة تاني ولقاء هنا أبو القاسم مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، فإلى هناك. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ده طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، شرف كبير ليا إن أعمل لقاء مع حضرتك. تأهل النادي الأهلي متصدرين المجموعة لنهائيات البال في رواندا، الحقيقة ظهروا بمظهر مشرف جدا للرياضة المصرية، فعايز أعرف رأي حضرتك في تأهل رجال النادي الأهلي. لا مش رأيي، أنا فخور طبعا لأن ده بينضم إلى تطوير الرياضة المصرية وشكل الرياضة المصرية الحمد لله. مش بقول ده عشان أنا وزير الشباب والرياضة، لكن بقول ده يعني بلسان كتير من المصريين، شكل الرياضة المصرية اختلف، اختلف في شكل المنشآت اللي احنا فيها، اختلف في شكل تطوير الأندية. حتى لو في ضغط كتير على الأندية، أنا عارف الحقيقة يعني مع ظروف اقتصادية، لكن احنا برضو بنتابع ده. لكن النهاردة يعني بالمظهر ده بالشكل ده، البال و يعني كره السله، الحقيقه الام بي اي ان هي تبقى افريقيا موجوده هنا، وتاهل نادي مصري النادي الاهلي بنبارك له طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقه وهيشرفنا، ده شيء عظيم. وبنبارك للنادي الاهلي امبارح على الوصول النهائي طبعا افريقيا كره قدم، شيء عظيم، ونتمنى له ان شاء الله في النهائي، ونستعد يعني المباراة النهائية مع الترجي في القاهرة، وده يعني شيء كويس تكون النهائي في مصر. وندعو لنادي الزمالك المباراة بكرة إن شاء الله ربنا يوفقهم. والنهاردة كمان مصر فازت بطولة أفريقية للجودو، وكنا بنحتفي كمان بطبعا الفروسية، النهاردة كان النهائي بتاعها، بطولة العربية الأولى للفروسية العسكرية، وبطولة الدولية المصرية، وبطولة الجمهورية الناشئين. دي كلها حقيقة الحقيقة زخم، يعني ما فيش شهر بيعدي إلا ما بنلاقي في بطولة. لكن كل فريق وكل نادي بيفوز ويرفع كده من شأننا في الرياضة، دي حاجة عظيمة جدا، ونتمنى لكل الأندية ونتمنى لكل الفرق والمنتخبات يعني تمثيل مصر بشكل مشرف لتطوير شكل الرياضة المصرية. ومرة تانية ببارك لفريق كرة السلة النهاردة للنادي الأهلي، وببارك طبعا يعني بشكل كبير جدا. احنا الفترة اللي فاتت دي يمكن أيضا أفريقيا فولي بنين وبنات والسلة، وامبارح كرة القدم، كل التوفيق يعني وألف مبروك يعني. طبعا انا ببارك لحضرتك ايضا على كل هذه الانجازات، وعايز اخد من كلام حضرتك الحقيقه ان مصر اصبحت رائده في مجال تنظيم البطولات العالميه والدوليه، ده بنشوفه زي بطوله زي البال ان هي تطلع بالمظهر ده، شكل الحقيقه الصاله مشرف جدا، فعايزين نتكلم اكتر عن هذا التطوير والاهتمام الشديد الحقيقه في الاونه الاخيره. بصي، هو احنا عندنا احنا بنسميها ناشونال سبورت استراتيجي، استراتيجيه وطنيه للرياضه. والاستراتيجية الوطنية للرياضة احنا وضعناها في اول 2019، واحد من البنود اللي موجودة ان مصر تكون مركز وهب لاستقبال البطولات الدولية. ده اسسنا عليه حاجات كتير، مستهدفات كتير. واحد، مستوى التنافسية العالمية، مصر اختلفت في مستوى التنافسية العالمية بشكل كبير جدا، سواء في المنشآت الرياضية، القاهرة واخدة واحدة من 6 مدن عالمية لاستضافة الاحداث. كمان خلى رؤساء الاتحادات المصريين مع انتخاباتهم ودخولهم بقى عندنا عدد لا بأس به في الاتحادات الدولية لرياضات مختلفة. كمان خلى كل الاتحادات الدولية تيجي تشوف مصر فيها انشاءات ايه، يعني عدد الصالات اللي موجودة، احنا شفنا صالة النادي الاهلي، استضافة الفولي بول، وادي هنا مجمع حسن مصطفى زيه موجود في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية زي برج العرب، المدينة الأولمبية، مدينة مصر العالمية الأولمبية، فيها صالتين كبار، واحدة 15,000 على دورين تحت الأرض صالتين، وواحدة 8,000 طبعا، واحدة 8,000 مجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة طورناه. الحقيقة أكبر صالة موجودة 17,000، ثم 1,750، ثم 750، ثم 750، زائد كل محافظة تقريبا يعني في بعض المحافظات بتنشأ أو مش موجودة، لكن تقريبا في كل صالة في كل محافظة. فإحنا عندنا بنية أساسية كبيرة جدا. كل ده إدانا كمان توسيع قاعدة الممارسة، إن عدد الممارسين في الرياضات المختلفة من خلال القطاع الخاص، القطاع الأهلي، الأكاديميات بقى موجود. حلم
ان احنا برضو الاستراتيجي ان احنا نكون في كل بيت ثقافه الرياضه، وفي كل اسره الى ثلاث اسر يكون في بطل رياضي. الحقيقه الرياضه بقت حلم موجود، اسسناها لكل المستويات الاقتصاديه الاجتماعيه. الانديه بقى عندها افرع كتير وشركات، زي النادي الاهلي ليه عدد من الفروع وافتتاحات الحقيقه، واسس اكتر من شركه وانديه اخرى القطاع الخاص اللي موجود. دي كلها بنيه اساسيه رياضيه، ليس التطوير الرياضي ارتباطا بالعشوائيه، لكن هو في تخطيط وفي بلان. نتمنى لكل الانديه المصريه التوفيق، المنتخبات المصريه التوفيق، وكمان مره بقى بارك للنادي الاهلي على هذا الانجاز. اخيرا يا دكتور، حضرتك دايما بتكون حريص على التواجد ودعم كل اللاعبين الحقيقه المصريين، فعايزين بقى رساله قصيره من حضرتك للاعبي الاهلي كلهم اكيد ممثل مصر. كلنا موجودين عشان الرياضه المصري هو المنتج الاخير اللي بنهتم بيه، فكل من يدير الرياضه في الاخر هو الرياضي والبطل. بنقول لكم شد حيلكم، احنا معاكم كلكم، بترفع اسم مصر عليا واحنا وراك. بشكر حضرتك جدا، ومره ثانيه سعيده جدا. شكرا، ميرسي جدا، شكرا في الصمت. يعني طبعا ده كان لقائي مع الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وطبعا تحدث عن نقاط مهمه جدا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.